خلصت كل توت؟ الحمد لله. خد وقت قد ايه بقى؟ توت بشكل مكثف قعدنا فيه حوالي 2.5 سنين بشكل مكثف توت. انما بس برضه ده ما يمنعش ان من وقت للتاني كان في مجموعه اثار مختلفه بتدخل مع توت. الاكثر احتياجا للترميم من في شغل توت كان ايه؟ اللي تعبتوا فيه قوي يعني؟ التابوت، لان احنا اول ايد بعد الاكتشاف تمد ايدها في الترميم. يعني من 1917 1922 من بعد الاكتشاف لوكاس وكارتر كانوا قاموا بتغطيه التابوت كله بالشمع، وفضل في المقبره في منطقه مفتوحه طبعا هناك في الاقصر، ما حدش تعامل معاه بالترميم لغايه ما القرار اتاخد ان يتم نقل التابوت من الاقصر للمتحف الكبير عشان يتم عرضه هنا مع المجموعه. يعني بعد قرن تقريبا من الزمان بدانا بالفعل في ترميمه. كان طبعا مطلوب دقة جدا في الشغل والسرعة ان احنا ننجزه، وبالفعل كان كل القيادات والوزير كان متسجل اثريا. متسجل يعني اقصده يعني كان في صور له، صور ليه بتاعت الاكتشاف. كان كل ده موجود. كان دورنا ان احنا طبعا ده يعني يعتبر اثر اول ايد بقى هتتمد فيه التابوت، لانه كان في تابوت الحجري التابوت جوه التابوت. فرفعوا عشان لما كانوا بيتم فحص الموميا رفع التابوت وانزاله تاني للداخل التابوت الحجري، خلى القاعده بتاعت التابوت من بتاع طبقه الجص المذهب كلها بالفعل كانت شبه مهشمه بالكامل. فكان علينا ان يتامن كويس عشان نقدر ننقله، وان هنا نبدا نرد كل الاجزاء دي مكانها. دلوقتي التابوت حالته الحمد لله يعني بفضل ربنا فوق الممتازه. دي القطعه الاصعب. القطعة الأصعب لأن نظرا طبعا لحجمها وطريقة التعامل معاها، إن هي أول إيد تتمد بالترميم بيها. يعني وأنت بتمد إيدك تشتغلي في هذه الكنوز حالتك عاملة إزاي؟ يعني أولا كأثرية وكإنسانة. كإنسانة مصرية ملهاش علاقة إن أنا شغلي في الآثار، الفخر إن أنا الإيد اللي بتلمس وبتتعامل وبلدي فيها الكنوز ديت، ده شعوري كإنسانة إن عن قرب كده. كأثرية بقى إن الفرصة تتاح لي عن إن أنا إنسانة عادية بقى إن أنا اللي أبقى عن قرب وأنا اللي أمسك وأنا اللي أتناول وأنا اللي في إيدي مهمة إن أنا إزاي أحافظ على القطعة دي عشان زي ما وصلت لي توصل للي بعدي، توصل لولادي وأحفادي ويشوفوا أجدادنا عملوا إيه، وإحنا كمان الدور اللي إحنا بنقوم بيه لا يقل دور أهمية عن دور الأجداد. الأجداد بالفعل هما سابوا لنا الكنوز دي، احنا دورنا ازاي حافظنا عليهم. فده في حد ذاته احفادنا لما يشوفوه بعد كده هيفتخروا بينا ان ازاي قدرنا نحافظ ونوصل لهم الكنز ده. الفريق اللي معاكي كم عنصر؟ الفريق تقريبا كل العاملين هنا في المعمل احنا 19. كلنا تقريبا اشتغلنا في القطعه دي عشان كان يتم انجازه في التابوت. احنا تقسمنا في مجاميع عمل لان رغم على التابوت. يعني التابوت ده ترميمه خد 20 واحد منكم. جهد 20 واحد. جهد 20 واحد هي لمده كام يوم؟ لمده المفروض كانت كل القيادات محدده ان التابوت ده هياخد 8 شهور شغل. احنا مع ظروف كورونا اللي كانت موجوده الموجه اللي فاتت وان العمل قلل النص والتناوب اللي كان موجود، تم انجاز التابوت في 6 شهور بجميع طرق توثيقه وفحوصه وتحاليله والانتهاء من عمليه ترميمه بالكامل. الاندر بقى الحاجه النادره جدا اللي المتحف هيزهو بيها من مجموعه التوت. انت بتتكلمي عن 54,000 قطعه، اكيد في قطعه شدتك، مش بس شدتك، لفتتك، خدتك زي ما بيقولوا يعني. هو في يعني قطعتين، كان التابوت والشمسيه الخاصه بالملك توت عنخ. الشمسيه حكايتها دي؟ دي المظله الخاصه بالملك توت عنخ آمون. بعد الدراسه وعمل الطرق التوثيق المختلفه وعملنا اكس راي راديوجرافي اكتشفنا ان الشمسيه ديت هي جزء من احدى العجلات الحربيه كانت ملحقه بيها وبيتم تركيبها فوق. يعني فوق العجله؟ فوق العجله، مظله فوق العجله. بعد الدراسه الاكثر الاثريه في بعض الاراء رجحناها ان ممكن بالفعل الشمسيه والعجله دولت يكونوا خاصين بالملكه مش الملك. يعني قد ايه المصري القديم كان بيهتم بالمراه، والملك توت عنخ كان مهتم بزوجته.
ان الشمس العجله بتاعتها يبقى فيها العديد من الزخارف والالوان، ويعمل لها شمسيه ملحقه بيها على عكس الراجل طبعا. انت عشت قصه الشمسيه؟ اه، فهي بالفعل قصة غريبة جدا، قطعه فريده. ده لا، وبتحمل محبه وبتحمل حب وبتحمل قصه، والغير كده كمان تميزنا فيها ان اللي اكتشف المقبره كارتر وكان معاه لوكاس، في قطع ما كانوش عارفين يركبوها في الشمسيه وعملوا قطع بديله. احنا بالفعل ركبنا القطع الاصليه اللي معموله، اللي هم كانوا اللي المصري القديم عاملها، اللي هم عجزوا ان هم يرجعوها لوضعها الاصلي. كل ده طبعا ادى للقطعه دي اهميه، ويعني احنا كنا احنا جايين عشان هنعمل كده، عايزين نشوف الجديد في القطعه دي، هنوصلها لايه، احنا الجديد اللي هنضيفه ليها ايه. كمان كان في قطعه خاصه بالملك توت عنخ امون، عباره عن تمثال للملك على تابوت، تمثال يعني حوالي 80 سنتي. القطعة دي طول عمرها موجودة في التحرير، واحنا رايحين جايين نشوفها في المتحف معروضة عادي، لقينا جاية معاها بيقولوا لنا ده كان معاها في الفاترينا قطعة تانية، جزء البوكس كده، بنفتح البوكس لقينا فيه قشور مذهبة. بعد ما صورنا بتقنيات التصوير المالتي سبيكتر والار تي اي، وجدنا ان القشور المذهبة دي خلفيتها فيها نفس طبقات الخشب والتجازيع اللي موجودة على التمثال ده، وقدرنا نرجع القشور المذهبة للتمثال في موضعها. اللي بقى يشوف التمثال دلوقتي يعتقد ان كأنها قطعة جديدة وهتعرض لأول مرة هنا، وأكيد لأنه اختلف كليا عن المظهر القديم ليه.